السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أعرف مساحة الشباك لمساحة الغرفة اللي هو موجود فيها. طيب هاجي هنا في الاسكادول وأقول له أنا عايز اسكادول للشبابيك ويندوز. تمام الفيس احنا شغالين في مثلا في الوركينج دروينج ويندوز. طيب هقول له أنا عايز أول حاجة المارك، وعايز برضو الهاي، وعايز الويتس، وبعد كده ممكن اعمل كالكوليت بارامتر اسميها جلازنج اريا، واخليها عبارة عن فورمولا، واقول له هنا دي هتبقى اريا. طيب هتبقى عبارة عن ايه؟ الهاي في الويتس، واقول له اوكي. فكده معايا الجلازنج اريا. اوكي تعال نشوف الجدول، ظهر معايا بالشكل دوت. طيب عايز بقى اضيف الروم، فاجي هنا واقول له انا عايز تو روم، واقول له هات لي الروم نيم والروم اريا والروم نيم والروم نمبر. فظهرت معايا بالشكل دوت. طيب ساعات بيبقى الشباك يعني متعرف مثلا ده الناحية دي او الناحية دي، تبقى في روم روم، فممكن تيجي هنا وتقول له ايه انا عايز تختار الغرفة دي، وممكن تكون الغرفة مش متعرفها. تمام فدي بنبدأ ان احنا نعرف الغرفة ونخش نكتب اسمها لو ونعرف ايه سبب انها مش موجودة. طيب دلوقتي انا عايز بقى اعمل نسبة وتناسب بين الاتنين، فاقول له ان انا عايز اضيف بارامتر وشوف انت عايز تسميه ايه. انا سميه مثلا برسنتج، واقول له هنا ان ده كومن، واقول له مثلا ان ده هيبقى نمبر، وهاجي هنا اقول له ان انا عايز اقسم الجلازنج اريا على الروم اريا بالشكل دوت. اوكي اوكي فتطلع لي النسبة بالشكل ده زي ما انت شايف. فكده انا عرفت النسبة بين الجلازنج اريا بين الشباك والروم. طيب بس انا عايز يبقى شكلها احسن من كده، فممكن ادخلنا على فورماتنج واقول له انا عايز البرسنتج فايل فورمات، واجي هنا واقول له انا عايزها برسنتج، وخلي في علامة البرسنتج اهيت، فيبدأ يظهر معايا بشكل افضل.